كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. موعد الربح مع ماست كلين، اول سيت دو فونت اون ليني مختص في مواد التجميل ولي برودوي دي جي ان، بسوام مرفقه وتخليك تعمل افار لقضية الدار. ماست كلين يدللكم يوميا بمليون للربح، مش هذاك هاو، ماست كلين يوفر لكم لا ليفريزون بلاش انطلاقا من 150 دينار القضيه، وقضيتك تجيك وين ما انت. دونك ماك ساعه ونص تذبح هذيك القضيه نتاعك. دونك على اقصى تقدير هذايا في تونس الكبرى. دونك كانك قاعد تزهز في الدار ولا تحب تبدل ولا تجدد، الالكتروميناجي ماست كلين يسهل لك البيمون والتسهيلات. دونك 3-6-9 شهور وحتى عام من غير ما تتنقل للسياج نتاع الشركه. وكانك تقضي ولا تحب تخلص على 3 شهور، ماست كلين يخليك تخلص من غير حتى انتريس حتى النهار 31 مارس 2021. مرحبا سليم من الزهره. بونجور أمين، مباشرة من الزهرة. سؤال ينجم يربح المواطنين بتاعنا الموجودين في الزهرة، دو بون داشا بقيمة 250 دينار من أهداء ماست كلين. كل بون داشا بقيمة 250 في يدي توازوز موجود في الزهرة، زهرة اللي فيه. شكلوا للمواطنين السؤال بتاعنا، ماست كلين سيت فيش مختص، أول ما يجاوبونا يربحوا معنا البون داشا اللي في يدي. خلني عندي المدام قاعدة هنا في الجنينة بحذاها ولدها، خليني نمشي لها. صباح الخير مدام، بس مرات حين تدو معي ديريكت على موزايك، عندك الفرصة انك تربح معي تو ان بون داشا قيمة 250 دينار من اهداء ماست كلين. سهل ياسر، باش نسألك سؤال وتجاوبني. ماست كلين هو السيت هذايا مختص فيش، هو لو بخوميي سيت دو فونت اون ليني فيش مختص مدام. حسب سمعت بالموزايك في مواد تجميل في الايجين، مواد تجميل في الايجين. يا لله محليك ومبروك عليك ال 250 دينار هذه. الله مبروك، قيمه 250 دينار، مبروك عليك لله. ونحب نقدم تحيه لامي. يا لله ربي فضلك وربي يخليك وربي يعز قدرك يا غاليه. انا راني بنت حومتك يا امي، راني راديه ونسكن في الزهره هوني. يا لله مرحبا مرحبا بولاد حومتي، ربي فضلك يا لله يا غاليه. احلى تحيه لاحلى راديه، وان شاء الله يا ربي لكلكم تستعملوا ماست كلين. يعيشك يا لله، يا لله ان شاء الله عاد حسن الظن، بارك الله فيك. اقعد هنا مدام، خليني نمشي نزيد نشوف شكون ينجم يجاوبني سؤال. خليني ندخلوا للجزار، احنا علاش ما نكسروش القاعده ونمشيو للجزار؟ خليني نسق الكياس. وفما قاعده تقول ما تمشيش للجزار، مش كسرها اليوم. صباح النور، ها قدام الجزار، صار نهارك زين. تبعي تو ديريكت على موزايك. مرحبا بك موزايك، شكون؟ شو اسم خويا؟ امين. امين. امين على اسم امين وربي يجيب الزهرة. الزهرة تفاسهم. اي ولاد معروفين جماعة الزهرة. لا لا امين هات الزوز الزهرة، كل واحد في سيستمه. باهي، باش نسألك سؤال أنا توا، وأنت تجاوبني، تجاوبني تربح معايا أن بون داشا بقيمة 250 دينار من أهداء ماست كلين. ماست كلين هو لو بروميي سيت دو فونت أون ليني. سبيسياليزي فيش مختص؟ مختص في الهيجيان وفي المواد التجميل، هذه سمعتها في الراديو. سمعتها في الراديو توا، هيجيان ومواد التجميل. يا خويا نهارك باش تستقبلوا ب 250 دينار شيك كادو من اهداء ماست كلين. سيدي كل شيء بالبركه. ميرسي بوكو مزيك، وربي يفضلك انت خويا، يعطيك الصحه سيدي، وان شاء الله كل شيء بالبركه، وان شاء الله نهارك زين. يعيشك خويا، نهارك اسعد يرحم والديك. لا قدر نتاع عقليه يا خويا سليم نتاع مزيك، ما دوك بعضي ولا تفتف نتاع كم ونيه، قول ارطيل كم ونيه معناتها على الطاير. ارطيل كم ونيه ب 250 واحنا قدام الجزار. اي خويا تدلل ما لا مش فادلك يا سليم، والله لاني مفادلك والله. لا لا تنخلصك فيه سليم، خلص الراجل يا عجبكش هكا هو، خلص الراجل خويا تنخلصك. باهي الله يبارك، الله يبارك. وقول له هو ديجا معناتها غاديك ما يعود يقضي كان من ماست كلين، ديجا الربح راهو ما يوفيش مع ماست كلين. كان ما حالفكمش الحظ باش تربحوا، تنجموا تربحوا زاد راهو مع سليم. كان ما خلطوش على سليم سير على الاخر، تدخلوا توت سويت على الباج فيسبوك ماست كلين شوب، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.